أهلا، الأخبار معكم. في الفيديو ده هنتكلم عن موقع لكورسات العلاج الطبيعي، تمام؟ الموقع ده اسمه فيسيو ايمز، تمام؟ والموقع ده فيه كورسات مجانية وكورسات مدفوعة، تمام؟ فاحنا في الفيديو ده هنتكلم عن الكورسات المجانية اللي في الموقع، تمام. الموقع ده فيه كورسات في مجال العلاج الطبيعي وبيقدمها دكاترة ومعيدين في الجامعات في مصر، تمام، في كلية العلاج الطبيعي. وبرضه في دكاترة مشهورين وكبار في المجال برضه بيدوا كورسات في ايه، في الموقع ده، تمام. الموقع ده اسمه فيسيو ايمز، تمام. بص دلوقتي علشان ناخد الكورسات دي لازم نروح للموقع، تمام. الموقع اسمه فيسيو ايمز، واللينك بتاعه حطيته في الوصف اللي هو الديسكريبشن بتاع الفيديو على اليوتيوب، تمام. فانت لو رحت للوصف اللي هو الديسكريبشن بتاع الفيديو على اليوتيوب هتلاقي اللينك، هتدوس عليه. انا اللينك معايا، تمام. بكده انا رحت للموقع، بيحمل. بعد كده لازم تعمل حساب في الموقع، تمام. هتدوس على العلامة اللي لونها اصفر فوق دي اللي هي فيها شخص، تمام، في دايرة صفراء فيها شخص، تمام، او علامة شخص، دي تدوس عليها. بعديها هتدوس على لوجن اند ساين اب، تمام، هتدوس عليها برضو. بعديها هتروح نازل لتحت، نازل لتحت، نازل لتحت، هتلاقي ساين اب، هتكتب الاسم بتاعك اللي انت مفروض يظهر فيه الشهادة، تمام، لان انت بعد ما الكورس بيخلص بتاخد شهادة، تمام. فبتكتب اليوزر نيم اللي هو الاسم بتاعك ثلاثي ورباعي، على حسب ما انت عايز يبقى الشهادة فيها اسم ثلاثي ولا رباعي، وتكتب الايميل بتاعك، وتكتب الباسورد، وبتكتب باسورد تاني، تمام، يعني باسورد للمرة التانية بتكتبه هو، تمام. فانت دلوقتي هتروح ليوزر نيم، افتراضا هكتب اسم افتراضي، تمام، ونكتب الايميل، ايميل برضو الايميل بتاعك يعني، ونكتب باسورد، ولازم يكون الباسورد فيه ارقام وحروف كبيرة وحروف صغيرة، تمام. لازم الباسورد يكون فيه حروف صغيرة، تمام. وبعد كده هندوس على ريجستر، تمام. وبكده احنا عملنا حساب في الموقع، بكده احنا عملنا حساب في الموقع، تمام. وبعد ما احنا عملنا حساب في الموقع، تمام، هنروح لإيه؟ هنروح دايسين على لوجو الموقع نفسه اللي هو ايمز اللي هو فوق، تمام. هنروح دايسين على ايمز اللي فوق اللي هو لوجو الموقع اساسا، تمام. بعد كده هنروح نعمل ايه؟ هنروح نستنى الموقع يحمل وننزل تحت، تمام. هتلاقي ايه؟ هتلاقي فري ليكتشرز وكورسز وان واب كومينج ايفنتس، تمام. هتدوس على فري ليكتشرز اللي هو المربع اللي لونه ازرق ده، تمام. الموقع بيحمل. بعد كده انت هتلاقي كورسات مجانية وكورسات مدفوعة، تمام. انت ده كورس مدفوع، انزل تاني برضو مدفوع، ده كورس مجاني، تمام، وبرضو ده كورس مجاني، برضو مجاني، برضو ده مجاني بتاع الكوفيد 19، تمام. ده مدفوع، ده مجاني بتاع اللوبك بين، ده مجاني، مجاني برضو نفس الكلام، ده مدفوع، تمام. انا بقول لك ان في كورسات مجانية وكورسات مدفوعة. طب انت الكورسات المجانية دي ازاي تاخدها؟ اقول لك، هو عن طريق خطوتين مفيش غيرهم، تمام. افتراضا ده الكورس اللي احنا عايزين ناخده، تمام. ازاي ناخد الكورس ده؟ هندوس على الكورس نفسه،
تمام، ده أول حاجة. تاني حاجة نعمل إيه؟ بعد ما احنا هندخل في الكورس نروح نازلين 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 تاني برضو تاني هنلاقي حاجة اسمها start course، تمام، هنروح دايسين عليها. بعد ما بندوس على start course كده احنا سجلنا في الكورس، تمام. حتى احنا لما ندخل وننزل تحت برضو تاني هنلاقي ان الكورس بيكون عبارة عن فيديوهات وملفات، تمام. واي كورس انت تدخله ايه هيظهر في التلات شرط وتلات نقط جنب بعض كده، اللي هي دايرة لونها ازرق، هتدوس عليها هيظهر لك ايه، هيظهر لك هنا الفيديوهات والملفات الخاصة بايه بالكورس، تمام. الكورس ده في ملف بي دي اف وفي فيديو. بعد ما بتخلص انت الفيديو والملف، تمام، بتدوس على كومبليت تحت، تمام. وبعد ما بتدوس على كومبليت بتروح عامل ايه عشان تاخد الشهادة، بتروح رايح لي في حاجة كده اسمها ايه، اسمها هي والاسم بتاعك، تمام، هتدوس عليها، تمام. بعد ما بتدوس عليها لو انت كنت فاتح عن طريق لابتوب او كمبيوتر، تمام، او مخلي متصفح في وضعية الكمبيوتر او اللابتوب، تمام، بتظهر ليك الحاجات دي كلها، تمام. ثانية كده، دلوقتي انا مخلي الموقع يبقى كأن ايه فتحه من كمبيوتر او ايه او لابتوب يعني، تمام. انت قدامك في حاجة اسمها ايه، اسمها هي والاسم بتاعك فوق خالص، تمام، تحت العلامة او الدايرة اللي فيها 3 شرط و3 نقط اللي هي اهي يعتبر، تمام، اللي هي هي دي. دوس على هي والاسم بتاعك، تمام، هيظهر قدامك حاجات كتير، تمام. انت لو فتحت من اللابتوب او الكمبيوتر الدنيا هتبقى اسهل معاك. هتدوس على الاختيار قبل الاخير، انت دلوقتي هتدوس على الاختيار قبل الاخير علشان تاخد الشهادة، تمام، وهتدوس على الاختيار اللي اسمه certificates اللي هو شهادات، تمام. لما الكورس انت هتخلصه تسمع الفيديو وتقرا الملف وتدوس complete، ساعتها هتيجي هنا بالشكل اللي انا عملته ده، هتلاقي ان شهادة الكورس بقت متوفرة وهتقدر تحملها عادي، وساعتها هتدوس على داونلود، تمام. فلما تدوس على داونلود وانت مخلص الكورس شهادة الكورس هتطلع عليك، تمام. وبرضو احنا نقدر نكرر كده مع كل الكورسات المجانية اللي في الموقع، تمام. وبرضو نقطة تاني ممكن نشوف في الكورسات الباقية، تمام. نقدر نشوف في كورسات ايه الباقية. دلوقتي لو احنا مثلا رحنا لي في كورسات تاني، تمام، في كورسات تاني في ايه في الموقع، تمام، زي كده زي الابر اكستريمتي اند اكويبيتيشن ان كاربل ايه تنل، تمام، اللي هو اهو، تمام. الكورس ده في كورسين دول اللي هو سباينال ديفورماتيس والكورس اللي تحت برضو اللي هو الكورس التالت ده، الكورسين دول مجانيين، تمام، اهو، تمام. وزي ما بقول لكم اي كورس مجاني مكتوب عليه فري تقدر تروح ليه تدوس عليه وبعديها تدوس على ستارت كورس وبكده انت سجلت في كورس، تمام. وبعد ما بتخلصه وتشوف الفيديو بتاعه او الفيديوهات بتاعته عموما والملفات وتدوس على كومبليت، هتروح دايس على الحاجة اللي اسمها هي والاسم بتاعك
بعديها تدوس على الاختيار قبل الاخير اللي هو سيرتيفيكيت شهادات عشان تاخد الشهادة. تمام، انت كده تقدر تاخد اي كورس مجاني في الموقع ده. تمام. بجانب نقطة تاني مهمة، ان الكورسات المجانية اللي في الموقع بتقلب مدفوعة قدام وقت معين، يعني في الوقت اللي بسجل فيه الفيديو في كورسات مجانية بتتقفل وتتحول مدفوعة، فانت قبل ما تبقى مدفوعة سجل فيها. حتى انت لو مش هتذاكرها في السنة دي او السنة الجاية، خلي كورسات معاك عشان ممكن الكورسات دي تكون غالية في الوقت اللي جاي. تمام، وبرضه في الموقع في كورس اسمه سبورتس انجرس. تمام، كورس ده كورس خالص برضه. تمام، نقدر نروح له على فكرة. تمام، وانت لو دورت في الموقع هتلاقيه. تمام، انت تنزل تحت اهو في كورس السبورتس انجرس. تمام، في كورس السبورتس انجرس برضو ده كويس خالص وهيظهر قدامنا. تنزل تحت هتلاقي في كورسات مجانية وكورسات مدفوعة. تمام، نفس الكلام عشان تشوف الكورسات الباقية بتدوس على لود مور اللي هي تحت. تمام، هتنزل تحت برضو تاني مش ظاهر قدامنا لحد دلوقتي. ندوس على اللود مور عشان نشوف الكورسات الباقية تاني في الموقع. تاني برضو مش ظاهر قدامنا، لكن نشوف او ندوس على لود مور تاني. ظهر قدامنا كورس السبورتس انجرس اللي هو ده، اللي هو ده. تمام، الكورس ده انت عشان تاخده تعمل ايه؟ حاجتين مهمين او حاجتين صغيرين وسهلين، هتدوس على الكورس وتدوس على ستارت كورس. تمام، وبعد ما بتدوس على ستارت كورس كده انت سجلت في الكورس. تمام، الكورس عبارة عن فيديوهات وملفات، ولما بتخلص الكورسات او الفيديوهات والملفات دي بتدوس على كومبليت، وبعديها بتدوس على هي والاسم بتاعك اللي هي العلامة اللي فوق دي خالص، هي والاسم بتاعك بتدوس عليها، وبعدين بتدوس على سيرتيفيكيتس اللي هو الاختيار قبل الاخير. تمام، وساعتها بعد ما بتدوس على كومبليت وبتخلص الكورس كله، الشهادة بتتفتح ان انت بتحملها. الكورس ده عبارة عن 5 فيديوهات وملفات تاني كمان. تمام، ففي تحت علامتين، علامة الكومبليت ان انت بتخلص الكورس كله، وبرضه في علامة تاني برضه اللي هو سهم ناحية اليمين. تمام، بتدوس بعد ما انت ما بتخلص الفيديوهين دول. تمام، الكورس اساسا 5 فيديوهات، فانت بعد ما تخلص الفيديوهين دول هيبقى متبقى لك 3 فيديوهات تاني، هتدوس على العلامة اللي تحت خالص دي اللي هي علامة اليمين، هتروح تشوف 3 فيديوهات الباقية وبرضو الملفات الباقية، وبكده انت هتدوس على الكومبليت وتطلع الشهادة بتاعتك. تمام، وبرضو محتوى اي كورس لو عايز تعرفه او تشوفه تقدر تدوس على العلامة اللي فوق اللي هي 3 شرط 3 نقط لونها ازرق. تمام، فطلع ليك بكده ايه، طلع ليك الفيديوهات وكمان الملفات. تمام، بكده شكرا خالص ليكم على انكم سمعتوا الفيديو ده، وربنا يكرمكم ان شاء الله. مع السلامة.